ما ظهرنا بالمستوى المطلوب، حاولنا نحافظ على النتيجة، جاء علينا هدف تعادل مهم نقص اللاعب، حاولنا نعوض الشوط الثاني، ضغطنا، جاتنا أكثر من فرصة ما ترجمناها. إن شاء الله في فترة توقف نصلح بعض الأمور وإن شاء الله نطلع بشكل أفضل في القسم الثاني. صراحة المباراة كانت صعبة يعني، خاصة يعني اللاعب انطرد من عندهم دقيقة 20، والحمد لله يعني على كل حال، وإن شاء الله يعني نعوضها المباراة الجاية. الصراحة يعني نادي قطر نادي كبير نحترمهم، وكانوا يعني قدموا أداء جيد في المباراة. إحنا عندنا مشكلة، أنا أشوف يعني عندنا مشكلة في التخليص، يعني إحنا قاعدين نهاجم قاعدين نصنع، لكن اللمسة الأخيرة أعتقد محتاجين شوية تمارين يعني في التخليص، لأن إحنا قاعدين نلعب أوكي نستحوذ نخلق فرص، لكن اللمسة الأخيرة هذه اللي متى راح نصير مثل باقي الأندية نسجل من هجمة واحدة ما أدري، إن شاء الله مع التمارين إن شاء الله راح يتحسن أدائنا. احنا ما بنتكلم ايش اللي صار في الملعب او شيء، لكن انا احب اشكر اللعيبه على الاداء اللي طلعوا فيه في المباراه. كان عندنا 10 رجال بعد الطرد، ما تاثرنا بالطرد، كنا يعني كنا في نفس مستوى تقريبا العربي او يمكن احسن شوي في بعض الفترات، كنا فريق صعب جدا على العربي، زعلان على التعادل، لكن الحمد لله على كل حال يعني ما راحت المباراه، اتوقع نقطه رضتني شوي يعني. احنا كنا قبل الطرد نايمين شوي، دخل علينا جول اعتقد خطا من المدافعين ومني شوي، ست بيسس يعني، هذه هي واحنا كنا عارفين انهم راح يسجلون بهالطريقه، سجلوا، لكن الحمد لله ان كانت عندنا رده فعل، ردينا عقب المباراه وكنا الاخطر، وكنا المفروض ان نطلع بثلاث نقاط لو كنا كاملين. واعتقد اذا بتكلم عن التوقف، فاعتقد التوقف اثر علينا احنا.